طيب احنا طبعا بنتكلم عن موسم حصاد الرز، وزي ما شفنا مع الدكتور محمد القرش قد ايه هذا الموسم مهم في ان احنا عندنا اكتر من مليون فدان، منهم 724 الف فدان من الرز التقليدي العادي بتاعنا، و300 تقريبا و50 الف فدان بيتعلقوا بهذا النوع الجديد من البذور اللي بتنتج رز، وهذه البذور تتحمل ظروف كثيرة، وطبعا أبرزها زي ما قلنا أكتر من مرة، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتر من مناسبة، بأن مصر هتكون نموذج من أهم دول العالم اللي بيحافظ على كل نقطة مية. فالنهاردة هذا النوع من البذور بيستهلك مية أقل بكثير عن الرز العادي، كمان بيتحمل الجفاف الملوحة زي ما الدكتور محمد القرش قال لنا. هنحاول دلوقتي نعرف أسعار أطنان الرز إزاي مع ضيفنا بعد قليل، مش عارفة إذا كان الزملاء يقولوا لي لو جاهز. طيب عموما إحنا هيكون معانا الأستاذ رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات. طبعا الأستاذ رجب هيطلعنا على أبرز الأسعار المتعلقة بأطنان الرز زي ما الدكتور محمد القرش قال إن هذا الحصاد يكفينا لطوال العام. بنتكلم على انه هيكون في ضوابط اعلنتها وزاره الزراعه وايضا وزاره التموين فيما يتعلق بالتوريد، هناك ضوابط، هناك عقوبات وغرامات ممكن ان يعني تحدث مع المزارع اللي لن يلتزم طبعا بهذه الضوابط. طيب احنا طبعا ما زلنا بنتابع هذا الموضوع. استاذ رجب اصبح جاهز معانا، رجب شحاته رئيس شعبة الرز باتحاد الصناعات. مساء الخير أستاذ رجب، أهلا بيك. مساء النور يا فندم عليك وعلى كل مصر، يا رب تبقى بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وحضراتكم طيبين. في بعد انطلاق موسم الحصاد عايزين نعرف أولا فيما يتعلق بالأسعار. الأسعار إن شاء الله بنطمن الناس كلها إنها هتبقى كويسة جدا 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 في أول 9 إن شاء الله، وإحنا قلنا إن الأسعار هتنخفض بعد 15/8، والحمد لله انخفضت الاسعار بعد 15/8، وبنقول للناس وبنطمن كل المستهلكين ان ان شاء الله في اول 9 وفي اول اسبوع في شهر 9 ان شاء الله هيكون في انخفاض كويس، ومعالي الدكتور علي المصلحي ان شاء الله هيطلع لنا قرار يوم الاربع القادم بعد توقيع السيد رئيس الوزراء عليه بوضع حد لاعلى سعر في الارز. هيكون السائف في حدود 12 جنيه، والمعبأ هيكون حتى نهايته السقف بتاعه للمستهلك حضرتك 15 جنيه. 12 جنيه او 15 جنيه، ده القرار اللي احنا هننتظره من وزير التموين المصلحي يوم الاربعاء. ده حضرتك 12 جنيه للسائف اللي هو الشكارة ال 10 كيلو او ال 25 كيلو. المعبأ اللي هو 1 كيلو او 5 كيلو ده هيكون السقف بتاعه الحد الاقصى له 15 جنيه، واحنا بنطمن المستهلكين كلك وبنطمن الناس على مستوى مصر بالكامل. بنطمن الاول اخواننا اصحاب البطائق التموينيه، بنقول لهم اطمئنوا، وزاره التموين ان شاء الله مستهدفها هذا العام انها تاخد في حدود 1.5 مليون طن شعير. ده حضرتك بيكون زيادة بما يقرب من 3 أضعاف الكمية اللي بتستهلكها وزارة التموين لصالح بطائق السلع، لصالح البطائق التموينية. وزارة التموين بتستهلك حوالي أو بتستخدم حوالي بما يعادل 600 ألف طن، ده بالنسبة على مدار العام بالنسبة للبطائق التموينية. أنا هيكون عندنا إن شاء الله في حدود 900 ألف طن زيادة. الوزارة مستهدفة إن أي ضرب يحصل في السوق أو أي هزة تحصل في السوق هتتقدم الوزارة على طول وتنزل بالكميات اللي محتاجها السوق من هذه الكمية اللي هي المضاعفة بما يقرب من 3 أضعاف لصالح البطائق التموينية. فإحنا بنطمن الناس، وإحنا الحمد لله عندنا السنة دي محصول عالي جدا جدا جدا، عندنا بما يعني فيما يزيد عن 7 مليون طن ارز شعير، دولت انتاجهم في الارز الابيض بيكون في حدود حوالي من 4 ل 4 و250 الف طن، 4 مليون يعني و250 الف طن.
احنا كل استهلاكنا على مدار العام سواء لهيئة السلع التموينية او للسوق المحلي في حدود 3.5 مليون طن فقط، يعني عندنا من نص مليون ل 750 الف طن زيادة، يعني كمية كويسة جدا جدا جدا. وبنطمن كل المصريين ان الرز ان شاء الله ما كانش يعني مش هيكون فيه أزمة. وبوضح عن طريق البرنامج عند حضراتكم ان الازمه ما كانش فيه ازمه رز العام المنتهي او اللي هو محصول 21 22. الازمه كانت ان بعض الاخوه يعني الطماعين انهم يعني الكيلو وصل ل 18 20 جنيه تقريبا. انا متفق مع حضرتك متفق مع حضرتك ان الكيلو وصل في بعض المناطق ل 18 وبعض المناطق وصل ل 20 جنيه، بس ده احنا ساعدنا هذه المجموعه الغير صالحه في المجتمع، احنا ساعدناهم وكنا بنشتري الكميات اللي هم بيعرضوها وجرناهم في السعر زي ما بيقولوا وتماشينا معاهم في الاسعار وساعدناهم على ان هم يرفعوا السعر. لكن انا بناشد من برنامجكم المحترم كل المواطنين ومش شرط سلعه الارز بل جميع السلع، اي سلعه يكون فيها زياده في الاسعار يا ريت كلنا نقطعها، يعني يا ريت كلنا نوقف شراها، نخليه هو نقول له يعني هتوديها فين بعد كده، وهو طبيعي لازم هننزل بالاسعار. يعني انا مثلا عندي مضرب، لو قعدت اسبوع ما بعتش هننزل بالاسعار غصب عني، يعني ما ينفعش ان انا اجاري اللي انا بشتري منه واكون مطيع لهذه الدرجه، لان حضرتك الرز المصري لم ينقطع اطلاقا من المحلات حتى هذه اللحظه، الرز القديم ما زال موجود في المحلات وما زال يباع، وللاسف احنا اللي طوعنا بعض القله القليله ان احنا نتجارى معاهم في الاسعار وهم وصلونا لهذه الاسعار. يعني انا نتمنى ان المواطنين بنقول لهم الرز كتير، الرز ما قطعش، والرز على مدار طيب هو العام متوقع من 20 جنيه. حصاد ما بين 4 الى 5 مليون طن، ولو تصلح لي حسب ما اتذكر الرقم هذا العام من 4 ل 5 مليون طن. عايزين نعرف ما يدرس الان والحديث عن الضوابط المتعلقه بموسم الحصاد وحتى الحوائز اللي تقدم للمزارعين. تمام يا فندم. احنا الحمد لله السنه دي هو بس دكتورنا العزيز اللي كان بيتكلم قبلي هو جاب الاحصائيه عنده وهو يشكر على ذلك. أنا عندنا بيبقى فيه دائما شوية مخالفات، عندنا كمصريين دايما بنخالف في نسبة كده، يعني أنا عندنا يعني نسبة زراعات مخالفة، فوصلت لنا الإنتاج من زراعة الأرز السنة دي لما يقرب من 7 مليون بل يزيد قليلا عن 7 مليون طن أرز شعير، فدي عملت لنا وفرة كبيرة جدا جدا جدا. وبعدين كمان إحنا الحمد لله عندنا المهندسين الزراعيين اللي هم في مركز البحوث الزراعيه ومركز الاستنباط للتقاوي الحمد لله وصلوا لنا. مش عاوز اقول لحضرتك حاليا احنا بننتج في بعض زي السوبر 300 وصلوا بيه بعض مناطق وبعض مزارعين وصل لخمسة طن الفدان، يعني احنا حتى لو زارعين مليون واحد فدان احنا من هذه النوعيه هينتج لنا حوالي 5 مليون طن. لكن احنا السنه دي عندنا زراعات الحمد لله كتيره والانتاج مبعضه في بعضه كده يعني في حوالي ما يقلش عن 4 طن للفدان، وعلى فكره دي اعلى انتاجيه في العالم كله ان الفدان في مصر بيجيب 4 طن، ما فيش اي دوله حتى الدوله رقم واحد في العالم ما بتنتجش للفدان 4 طن الحمد لله يعني. ف يعني دي هتعمل لنا وفره كبيره جدا جدا جدا. واحنا على فكره كل سنة بيكون عندنا الرز بما يكفينا، ولكن احنا استوردنا هيئة السلع التموينية ان شاء الله استوردت 50 ألف طن وان شاء الله هتبدأ التوزيع فيهم في أول سبتمبر كمان. وعرضة مش عارفة أستاذ رجب إذا كنت سامعني ولا لأ، احنا يعني أكيد بالتأكيد هنتابع كل ما يتعلق بموسم حصاد الرز لهذا العام. بنشكرك شكرا جزيلا رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات.